المراوغة ويعمل متاعب كبير لدفاع الملعب التونسي خاصة هيثم العيوني وتدخل ريان بن خميس إلى مناطق الملعب التونسي. وجدي كشريدة بعاد الكرة عرضية يلعب كرة في اتجاه ديسم بن نصر ومازال هجوم لصالح الملعب التونسي. كرة في اتجاه إيهاب المساكني يوزع المساكني والدفاع التونسي إيهاب المساكني لكن الأولوية لريان جمالي داروين غونزاليز صالح الحرابي وترجع من دفاع الملعب التونسي الى كوليبالي. كوليبالي التونسي من مرتضى ودفاع الملعب التونسي عن طريق ريان بن خميس يحط الكره في التماس لصالح النجم الرياضي الساحلي. رمي التماس لفريق النجم الرياضي الساحلي وثم طبعا لاعب حمزه الاحمر التوزيعه من جديد والتدخل من جانب المدافع ريان بن خميس. حمزه الاحمر للتسجيل هنا التالق لدفاع الملعب التونسي. دفاع الملعب التونسي توفيق ينقذ الموقف. الكره الاخيره ومعاك الركنيه واللحظات لاعبي الملعب التونسي كلهم القدام يلعب كره طويله ريان باهيه من المجري بس يرجع الهمامي. همامي ينحي له كورته ريان خميس باهي ريان. لكن دون نجاح لحد الان والتدخل الدفاع عن طريق ريان بن خميس يبعد عن تحقيق الانتصار حسب سمعنا تصريحات ما بعد مباراة الأولمبي البيجي يقول أنه مش كل لمنطقة الجزاء يعمل بالمراوغة وتدخل الدفاع عن طريق ريان بن خميس. الفريق تعود من جديد لدفاع الملعب التونسي بلال الماجي ديون الفيفا والنادي الافريقي نجم يرجع المسار نتاعو الصحيح ويبدا تبدا عمليه الفرق التونسيه والاجنبيه المنستير الكرم المرسى ملعب الجيبسي بن خلاد الياس الاجلاسي. الياس الاجلاسي يحضر الكره الى تشيم بابا ما تعداش هذا الهدلي طويله في العمق فما ريان خميس حاول يعمل كوفرتور يربح باهية من ريان خميس الهدلي في العمق على النجم الاولمبي البيجي باهي التاكل من ريان خميس حاول يوزع باهي العملية كرة باقية عند الملعب التونسي هذه فرصة تعتعد للدريدي من الجهة اليمنى. دريدي في محاولة للتوغل وين موجود أيضا منطقيا عصام بن خميس نادي رياضي البنزرتي البحث عن التهديف هذا أمامنا كان وأكيد حسب الوضعية ما ثمش عمق في هجوم الملعب التونسي أكيد أيمن إلى الكلي بانجورا وقبله أثناء دريدي ثم جمال الدين شتال والتدخل من مروان السعيدي يغير اتجاه اللعب لكن يتدخل اشرف القراية يلعب كرة طويلة في اتجاه نضال بن سالم. نضال يدخل لمناطق الجزاء نضال والتغطية موجودة من الدفاع وما زالت الكرة في أرضية الميدان حسب مين ترجع كرة من أنيس خضر في اتجاه أبو بكر ديارا ويتدخل ويتدخل نضال مع جاسم الحمدوني. نضال يخير انه يراوغ بارو على ارتداء لون مغاير وهذه توزيعة وترجع بالراس من الدفاع وميسي يلعب كرة طويلة بالراس ابو بكر ديارا في اتجاه مالك البلعابي. البلعابي لكن الكرة صفاقسية العرضية داخل منطقة الجزاء ويتدخل دفاع الملعب يقطع الهجمة على بطاي يطول الكرة الزموري الى فراس شوات كنترول بالزر شوات ومعاه ريان خميسي بعد الاختر من جديد. زي الملعب التونسي ثم ينتقل الى النادي الرياضي الاسفاق